صباح الخير. النهارده الجو التلج تلج. حلقه جديده من كريزي وومن. في عز التلج ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. خلينا نشوف. السلام. الجو تلج قوي باين يا بابا. الدنيا برعشه جدا. ايه اللهم صل على النبي. ما تستخسرهاش في الاسفلت يا با. الله ينور. جامده العربيه. والله بس غريبه يعني ان ست يعني شغاله. ليه ما غريب الا الشيطان. لا اله الا الله. او ما تشوفها ده ست بتسوق عربيه. يعني الستات في السوق مش قد كده برضه يعني. لا لا ده انا ممكن بص كاروز لك كروزه كده. لا 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 والله انا عايز غرزه واحده. لا بص استنى غرزه واحده. صل على النبي. طب يا ولا نوريك المواهب. لا 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 مش لا صحيح المواهب باينه عليكي مش محتاجه يعني. والله بس وقت للعيش. لكن انا لا انا بشتغل في البلوجر. ايه في البلوجر دي بلوجر ايه في ما مش احنا بنشتغل فيها ولا بيبقى احنا هي. اه انت شغاله مع فيسبوك ايه ولا انت شغاله الفيسبوك. اه هو الفيسبوك كده. عندك بقى اكونت. بقول لك ايه خربت الدنيا. اشتريتي بكام؟ لا اشتريته ايه انا عندي متابعين بيعملوا لي كده متابعه لوحدهم. اعمل لي ايه دفني دفن ايه الاكونت بتاعي اسمي الدموع الحزينه. ايه الدموع الحزينه. اه انا تليفوني فاصل بقى فصل بس يعني الاسم بتاع الحساب بتاع الفيسبوك كده. الاسم يشد. سيبك انت. لا مش عشان يشد عشان دي حياتي. انت دموعك حزينه. اه والله. ده دموعي حزينه. والله بس بقى دلوقتي ممكن تكون دموعي فرحانه لو انت ساعدتني. اساعدك ازاي؟ انا دلوقتي في منتج واحده صاحبتي بتصنعه وانا ببيعه. شوف كده بص اللهم صل على النبي مسك الخامه. اه بسم الله. لا الله اكبر يابا. وبولو لا صارفين. ايه انت قلت اسمها ايه؟ بولو. اصلي. اصلي اللي انت قلته ده. اه يعني دي اصلي. اصلي باين عليها. اصلي وانت اصلي كمان. اصلي يا بابا. ودي صل على النبي بس فهمت ازاي. لا لا بص احنا ممكن يلا نعمل اختبار سواقه. لا 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 والله امسكي بايدك الاثنين. لا الدركسيون ما دي الاصول بقى. انت مش شايفني لابس الجاكيت الجينز. لا بصي هو الاصول اللي احنا لا لا الاصول ان انا اسوق كده كده ولا فارق معايا. اه ولو سوقت كده. لا لا ما هيحصلش. ما تجيش. امال ايه؟ اه لا بكلمك صح. ماشي. طب ربنا يوفقك انت وصاحبتك يعني. اه صاحبتي. يا اختي يا اختي بص بقى افهمك القصه. دلوقتي احنا ايه في الشغلانه بتاعت البلوجرات دي. هو انت ليه البنزين بيرفع منك من كده؟ اه ليه؟ عشان جامده. ايه؟ اه مش الموتور مثلا بيتأثر؟ لا كده بص اهي. المطور انت العربية دي بتاعتك؟ امال ايه يابا سرقة؟ لا مش سرقة لا سمح الله بس يعني هتدفعي كتير في العمرة بتاعت المطور. ما تدفعش حاجة يابا الحرفيين بتاعتنا. يا شيخ امال ايه؟ حرفيين ودموع حزينة انت ايه؟ في حاجة؟ واضح اللي انت على قلبك قد كده يعني. اللهم صل على النبي. من فتحة النهاردة إيه؟ والله حتى النص بتاع الآية مش لابسة الخرزة. اه يا خسارة. اعوذ بالله. النهارده الخميس يوم 5 في الشهر شهر 5 5 من شهر 5 بتاع النون 5. طب رجعي بقى الشنطة دي. بقى نرجع للمرجوعة بقى. ماشي. الشنطة دي لما احنا بنبيعها بنخلي اللي بيشتريها لا مؤاخذة يصور كده ويقول لك الله جميلة برافو جامد الشغل ده. ريفيو يعني. واخد لي هي ده اسمه ايه تاني عسل؟ ريفيو. الريفيو. لا ريفيو. ريفيو. لا انا الدخ في غيه سيبك انتي. الدخ يا حلاوه عسل. فرفور يعني. ايه لا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. مش عارف ازاي بدأناها بقى. خلينا نوصل ونركز في الطريق انت خدت بقى عسل؟ اه. وانت بتتريق على الريه بتاعتك برضو ولا بتتريقش يابا؟ لا لا هي بتحبها. بتحبها؟ اه. اه شغل فرافير ده بقى. اه بيجيب برضه. اه جامد. اه كده بياكل في الشط. اه اه بياكل في اي حاجه عامه. طب وبعدين بقى نصور بالشنطه ولا انت عمال بقى بتستقطعني؟ الشنطه هديه يعني؟ لا غالي اوصلك. لا ما انا عندي فولورز برضه كتير. بجد؟ اه بس على التيك توك. التيك توك عارفه اللي عليه البيت بتاع
اسمها ايه يو؟ يو؟ ايه اسمها ايه نسيت اسمها اللي هي يا حبيبي يا كده بتعمل كده دي بس ناسي اسمها بس عادي ما بتعجبنيش قوي انا اجمل عشان تبقى فاهم انت اعمل لك اكونت ممكن اعمل لك اكونت على التيك توك واخد منك الشنطه طب احنا هنتصور بالشنطه بقى ولا واعمل لك بقى ريفيو على التيك توك على الشنطه على الشنطه ونكسب بقى فلوس لا ما يجي لك بقى فولورز من عندي مش انت عندك فولورز كتير على الفيسبوك طب خلاص انا انت عايز فلوس هديك فلوس بس نتصور بالشنطه لا ما انا هاخد الشنطه ليه كده هتديني كام ده ده ببلاش هي الشنطه بكام انا هشتريها منك 200 جنيه وانت هتديني كام 200 جنيه طب يبقى فرق ايه 200 جنيه خلاص انا هاخد الشنطه 200 جنيه لا هاخد الشنطه مش عايز ال 200 جنيه خلاص اتفقنا خد بقى اعمل لي الريفيو يلا امسك كده انا فاتحه الكاميرا طب انا عايز افتح الاكونت بتاعي لا انت صور وانا هبعته لك بالبلوتوث بلوتوث اسمه ايه بلوتوث بلوتوث في لا ما فيش الدنيا بقى زي ما قلت لك لون انت بقى لغه وقرف لغه وقرف الله بس اللغه بتاكل برضه اسمعي مني اعمل بقى بالكاميرا بقى اهو بعمل اهو صلي على النبي عايزين نوصل بس ونطلع يلا انا هقول انتوا جبتوا لي هديه ايوه وان الشنطه دي صح الصح وانتوا بتوزعوا هدايا عشان الناس تجيلكم ماشي ماشي قول بس ان ايه دي بتاعتك خلاص اشتريتها ماشي يا جدعان انا النهارده اول مره يجي لي هديه من تيك توك ماشي الشنطة عايز اقول يعني من صفحة الدموع الحزينة بس هي عكس الموقف تماما يعني الشنطة في منتهى الروعة يعني لو بصينا على التقفيل حاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليها السوستة حلوة السوستة حلوة ما احنا كده هنبوظ الفيديو بقى انا دوست بوظ ما تخافيش لا اعمل كده صوت تيو ماشي هنعمل تيت انت بتشتمي ما انا ما شتمتش لسه انت ناويه يعني ولا ايه لا لا اشتريت ليه غالي احنا جدعانه ماشي نهيت تاني لا حلو ده انت مش قلت ان انت خدتها انا سعيده كده بص بس على الشارعي ممكن ناخد اخواتي في طريقي اخواتك ايه الرجاله بتوعي سامع مغزى بتاع دكاري مش المفروض دكارينا على بنت ولا لا انا الاخير انت الاخيره طب ما انت الأخيرة انت مش الأولى يعني هو كده تتقال كده وبعدين احنا مختلفين في اللغة فما نتناقش فيها انت كنت في كلية؟ لا بس معايا دبلون دبلون ايه؟ صنايع سبعة صنايع والبخت ضايع؟ خرجت في سنة أولى يا لهوي يا على ما حوش ده ايه؟ يا فريزة يا قلبي ايه اللي أخر كده فريزة؟ معلش زهورة غير انت عارف ان دول الوصلين مرميين في الشارع من بدري ايه اللي اخرك كده بريز انت مش قلت هتخلص الورق وتيجوا انا عايز انزل بس الاية جنب خلاص خلصت الورق خلصنا كل حاجه ومية مية النظيفة مريزة ما تقلقيش ما كانش فيه طرطاشة كده ولا كده ما فيش اي طرطاشة ولا حمرة ولا خضرة ولا صفرة تعرفين الاحمر ما بيطلعش من الهدوم امسي مش هقولك انت عايز نقدات ولا ايه فكارة بريزة طب مش هنيه يابا اقولك ايه ما تيجي ناس انا عايز ابص على القفش ما تلاقيش الدنيا فل الفل اخر انتكة طب احنا القفش بتاعنا على اربعة سؤال بس على اربعة ليه يا بريزة عشان معانا الوحش الوحش ايه ده انت بريزة ركبتي معانا ليه بريزة دوت في الحوار خلاص بقى الراجل على وش جواز ما تخافش يا سعد انت على وش جواز خد مبروك عليك ابو الشباب الف مبروك يا اخوان تستاهل كل خير والله حبيبي يا اخويا خد دي الف مبروك ده اول شغل ليك اصبر عليا امسكها بس كويس بايديك لا ايه حب الموضوع لا حب الموضوع يحبك مش اخلع منك يابا بقى قفش يابا الفلوس السهله حلوه الشنطه دي احنا عايزين شكل نضيف زي القطه ده ايوه طب هدول طب ده اسم دلوقتي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ كده يا بريزه نقسمه ونتكلوا على الله على اربعه على اربعه على اربعة تقسموا ايه؟ انت كده ابوك القرش فلوس لا انا عمري ما كان ابويا القرش
يا ده ابوك اسمه ليرش الله يرحمه بقى مطرح ما بنقولش اسمينا قدام الناس الجديده بقى ايه انتوا اخوات اتنين اخوات امبارح اختنا الصغيره بيقول عليكم كلام مش حلو خالص ما عارفين نفسه دي الصغيره بتاعتنا دي الشيء جنين عينينا ايه ده اخ العنود بقى ايه ده انت عملت ايه ده انت عملت مصلحه من ورانا ولا ايه والله لا امال ايه موضوع الشنطه دي عشان لو اتعكشت وتبقى بتاعت وخليت تصور فيديو شاطره بريز وانت عاوز تقبض ببلاش مثلا هو اللي عمل الشنطه دي ما عملش غيرها يعني ايه بس لا ما غيرها وغيرها هو حلاوه والله يا كفوكره صغننه ما اعرفش بقى تاكل ولا قرش ايه انا قلت نصوره بالشنطه وننقل فيها بما انه مسكها بايده حلوه دي يا بنت اللعيبه شفت باريزه نفعت ما نفعتش وروحنا خلاص يغور يروح يلا على رايك عديتك هتتراضى اهم حاجه تتراضى ما تقلقش اوعى تقلق انت بالك ساكت ليه ومخطوف ليه كده انت اول مره ما قلتش كلام يزعلكم انت اول مره عشان صعبان عليا قوي اللي هي هتعمله فيكم بعدين صعبان عليا هنام فيهم ايه يا ابني قول دخت دختي يا ابني شيخ ايه فين البطن بتتعارك ما تتعارك انت ايه العواك بتتعارك العواك وبغداد ودي عيالك وانت قافش الفلوس عجبتك ها ايوه يا خبر اسود ايه ده في ايه سعيد العراقي يا تاني امسك امسك ايه يا باشا خد بطاقتك كده بطاقه انت شكلك حرامي يلا شكلك انا شكلك حرامي والله بس فين الشراب بتاع الحرامي مش لابسه ليه بص بقى هو عارف صار فول زي ده كانت منوره ده راجل معاها ده جيرك في نص السكه هات البطاقه بس الاول لا هو كان في حفله تنقل معاي والعراقي هات البطاقه بس طلع البطاقه انا يابا انا اعرفك وبغيزه واعمل لي ريفيو ورمانا الشرطه يا باشا واحد راكب يا راح مش رامي بلا يا بيه يا باشا انا في كليه هندسه يا باشا عمال يتكلم في التليفون ويقول لهم انا خلصت ورق في البنك من غير طرطشه ايوه ولا احمر ولا الشنطه الشنطه بتاعته يا باشا الشنطه دي مش بتاعته الشنطه دي قالت لي دي ما انا اعرفش انا حاجه بس الشنطتين قالت لي ايه اعمل ريفيو اعمل ريفيو على دي هات الشنطه انا ما اعرفش الكلام الحرام ده يا بيه ما اعرفش الريفيو ده يعني بتاع يا اختي لا يا اخي لا هي بصراحه مؤدبه ليه يا اخي بس ايوه طبعا يا اخي اختي استغفر الله خلاص العظيم يا رب الناس بالباطل يا بيه مش الشنطات بتوعك يا طبعا انا مفيش حاجه فيهم بتاعتي ومتصور بيهم يا باشا حد عنده الفيديو اللي الفيديو بقول اللي جات لي باينها هديه قال لي عشان هي قالت لي عامله صفحه بعد دموع الحزينه الفلوس بتبوظ اخلاق بني ادمين يخس على التربيه طب انتوا ايه اللي مقعدكم ده هنا لا كانوا بيقسموا بعد ال لسه جايين مشوار عرض عليا اخد فلوس وانا ما رضيتش على يدي شفتها قال لها اديكي فلوس وحشه طب انا عندي سؤال بس حضرتك بس ثانيه لا لا ثانيه واحده بس البي معايا تليفون ده بثانيه واحده بكلم حضرتك بس الحكومه جايه اركب بسرعه الحقيقه يابا حكومه خبر اسود يلا امال انت مين اجري حكومه جايه مش زعلان بس عايز الحق مشوار هنوديك يا عم بس على فكره دي مش ما هو يعني انت اللي حرامي صوت طيب قول انك موافق ان زيها زيها يا عم صباح اللون تعنينك خضرة خليك نمشي على اللوكيشن نمشي على اللوكيشن عشان عينيك خضر يعني ابن ستة مش ابن سبعة كمان ستة يوسف هو كده كل عينهم خضرة خلقيين وتحسهم يهود كده ما تفهمش انا كلمتك بكلمك بالامان مساء نطيك صباح اللالة بس انا ما اعرفش ما برتاحلكوش كده بس لا شكلك غير ما انا ما عملت لكيش حاجة احنا لسه بنقول صباح الخير صباح الخير صافي على من صافي على مناسبة الهدنة ومعاهدة السلام دي اقول لك بقى اتفضلي دي مش شغلانتي ماشي شغالة ايه طيب انا بشتغل في البلوجر حلو انا صاحبتي بتعمل الشنط وانا بيعها
حلو ماشي ماشي حلو ماشي. هو اللي مشغلك؟ لا بس ترزق بقى. وبعدين ايه بظبط الكلام مع اخواتي. حلو كله على الزبط. تجي لي على الزبط اجي لك على الزبط. المهم بقى انا معايا ايه المنتج بتاعنا. حلو ماشي ماشي. الشنطه بص عامله ازاي. اللهم صل على النبي عسل. حلو الشنطه. لا بالامانه. لا حلو والله. بص عليه. لا حلو. اديها ساعه. تجيب كتير والله. اديها ساعه يعني ممكن نقول 100 جنيه دي مثلا. 200 ليه يعني؟ لا حلو. فيها ايه يعني؟ فيها فلوس؟ لا فاضي. لا لا جامده والله العظيم. لا والله غاليه قوي. لا وحيات امي ما غاليه. الغالي يرخص لي يا بيه. الله لا يرخص لك. لا لا تقول يهودي واخضر وبتاع. مش انت انا بتكلم على بقيه الناس. انت عشان لا 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 هي 100 حلوه قوي. 100 100. طب اللي ادالك ببلاش كتير عليا. ايه رايك؟ لا كتير كتير كتير. مش حاجه تغلالك بس فيديو صغنون بقى تقول للصفحه بتاعتي ان الشنطه حلوه عجبتك. ده بعد ما نروح بقى ونوصل بالسلامه. يا باشا مش ورا علي كمان. كمان شوف العسل ده جميل قوي. فصالحك اهو. ده حلوه المواصله دي والله جميله. خد بص انا فاتحه الكاميرا اهو. ماشي فتحت الكاميرا اهو. خد بقى قول ان الشنطه حلوه. والله بص يا جماعه انا مبسوط جدا 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 يعني ان انا ركبت مع الكابتن اللي انا راكب معاها دي. بطه اسمها بطه. ايوه وهي يعني بطه القرش. بطه القرش اه. ومعاها الشنطه دي اهي زي ما انتم شايفين كده. الشنطه على ظبط الظبط. على ظبط الظبط زي ما هي بتقول. واديتها لي فري يعني. فالشنطه إيه جميله. ايه اديتها لك؟ ايه ببلاش ببلاش فاضيه. فاضيه واديتها لي ببلاش بصراحه. بس هي طلبت مني ان انا اعمل لكم فيديو اقول لكم رايي في الشنطه. بصراحه الشنطه جميله زي ما انتم شايفين. واللي عايزها البيج بتاعتك اسمها ايه؟ الدموع الحزينه. الدموع الحزينه. يا ريت يعني تكلموها ولو عايزين تعملوا اوردر هي هتوصلها لكم لان هي شغاله كابتن وبتوصل الاوردرات ببلاش. مع بطل قرش. ايوه قول انت بقى. لا قول انت بقى. كله ما يستاهلش. والشنط جميله جدا. شكرا. اتفضل يا اللهم صل على النبي على الزفت. اي خدمه. ابقى ابعتيه لي بقى لما قبل ما انزل عشان انزله عندي. لا مش هديك رقم ما يصحش. طب ليه طيب؟ عيب يابا بقى. مش كله على الزفت ومش عارف على الزفت بس ما تكلمنيش بالليل. لا بالليل عشان اخويا عاطف القرش شديد قوي. عاطف القرش؟ اه نعم. ماشي ماشي معلش بس استسمحك يا غالي. اخواتي بس اخدهم في طريقي ممكن يخلصوا ورق في البنك. اخواتي بس انا مؤاخذه بطه على ذكريه. طب ما انا المشوار بتاعي. طب انا رايح الشغل هتاخر. لا ده في طريقنا. متاكده؟ اه. وبعدين يابا مش اتفقنا مش هاخد منك حاجه؟ ايوه ما انا عندي. لا بقول لك ايه انا بنت اهو بس رجوله. ايوه مش انا عندي رجوله معاي. ايه كده؟ طب انا مش عايز اتاخر بس معلش. ماشي خلاص ورق في البنك بسترزق. ماشي ماشي خلاص البنك اهو. يا بريزه. اه ايه يا حبيبي؟ ايه يا متوفى ايه؟ اتأخرت ليه؟ اه الصلاة! ايه عايز اقول لك كان سهل وبسيط. يا عم اصبر. نضيف النضيف؟ مين ده؟ الحمد لله رب العالمين. مفيش طرطشة؟ لا 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 مفيش أي طرطشة. ولا أحمر ولا أخضر. ولا أحمر ولا أخضر. وقف وقف بعد إذنك. مين دول؟ إخواتي. إخواتك مين؟ إخواتي. القرش الشاب القرش. يا ستي دول سارقين سرقة. لا لا بص الواد عنده قدرت ازاي لما شاف الفلوس. لو جاب الدولار بس لو شفت الدولار شفت. اقفي طيب اقفي طيب. مالك في ايه؟ مالك في ايه؟ لسه جديد جديد ايه يا عم؟ قديم ايه؟ ايه يا ست يا ست اركاني بعد اذنك. بقول لك ايه؟ ويجي بقى بعد كده جاي معانا يا عم. يا عم اهدى شيل شنطتي. بس كانت ماشيه حلاوه. يا بطل طلعت كده ايه؟ انت مين فيكوا عاطف اخوها ولا انتوا مين؟ انت بتعمل ايه؟ انا عاطف لستليني. هنقسم على ثلاثة. على أربعة. ليه يا باريس يا فاق؟ انتوا مين انتوا؟ جايين من ايه؟ يا باريس جاي راشي كده يا باريس. هنقسم نزليني انا نزليني. ايه ده ثانية نزليني. انت ايه مشكلتك؟ يا عم ايه مشكلتك؟ ولا هنقسم سوا. ولا هنقسم سوا. خلاص كل حاجة يا ابني. لحظة واحدة أنا راكب مع
شغل ايه انتوا مين بقى بتعملوا ايه انتوا قالت لي هجيب اخواتي مش عارف بيعملوا ايه كانوا بيخلصوا وأنا... ورق ما يخصكش ورق 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 ده ده شكل لازم خلاص ورق ورق ده ولا مش ورق يا عم ورق ايه ورق ده ولا مش ورق خد الورق 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 كفيلوا 400 جنيه بعد اذنك لا ما خدتهمش انا قلت اسيبهم للراجل اللي هناك ورجعي تاني كفيلوا 400 جنيه يا عم 400 جنيه بس مش مشكله لا لا هياخد نسبته زي يا عم نسبه ايه بس يا باريسة انت بتنططي من على الشجرة علينا كده يا باريسة عارف عارف عايزين واحد شكله نضيف لي داريكو جت شكله نضيف جت كارة انت واجهة يا عم واجهة ايه بس انت واجهة انت واجهة بتاعتنا خد خد انت الواجهة مبروك مبروك انت الواجهة والله انت كل خير امسك يا عم بسم الله ما شاء الله ده مسك المفاتيح من اول مرة لا وبعدين ايه انا قعدت 10 سنين عشان امسك المفاتيح دي يا راجل 10 سنين والله انت بتقول علينا ان ايه بابا بلهبط نزليني بعد اذنك مفيش نزول وبعدين انت ماشيه ده مش طريق شغلي ده طريق بيتنا شغلك كويس هو ده مش شغلك انت بقيت واحد مني يا عم ده مش شغلك دورك ده مش اكل عيشك عشان عزونه ونتجوزه ونلخص يا بنت اللذينه طول عمرك نفسك في وداني قادره لا والله بكرههم مش هو بس احنا طول عمرنا ايدينا واحده يا جماعه لحظه واحده عمرنا ما كنا فكه يا ولا ودي اقول لك ايه انت قسمت معانا خلاص يا عم اتقل بقى رزقك يا ابن المحظوظه بقى انا عايز اعرف انت ايه مشكلتك يا عم انتوا مين ايه مشكلتك انا مش فاهم ايه مشكلتك انت مشكلتك فين يا نهار ابيض ايه ده الصوت جه الصوت سعيد العراق باشا سعيد بيجي سعيد العراق الناس دي بطاقه بس بطاقه بس الاول بطاقه يا باشا امسك شنطتك يا بيه يا عم وسع كده مفيش مكان وسع طلع البطاقه يا بيه طلع البطاقه فين يا باشا انا معرفش مين دول يا باشا انا يا باشا انا دلوقتي طلبتها والكبت جات لي كبت طب البطاقه بس طب البطاقه البطاقه فاتها كلام انت شكلك حرامي على فكره انا مش شنطه إيه انا سمعته بيكلم حد بيقول انه سارق سريع من البنك حرامي ايه يا باشا انا حد طالب جامعي وماليش دعوه بالكلام ده صباح الفل صباح الفل صباح الفل يا فندم يا جدعان شرطه خدمه الشعب انت بلا صوره بقى يا كل البطاقه طب وريني الشنطه الشنطه دي بتاعتك يا عم مش بتاعتك لا بتاعته يا فندم بتاعته والفلوس دي ما سلطوا عليه مش بتاعتي يا باشا انت يا باشا انت وحاول يرد علينا رشوه يا فندم بس احنا ما رضيناش انت بتتكلم بجد ولا بتهزر بس انا يا جدعان مفيش احسن من الشرف مش الناس دي انت بتتكلم بجد ولا مش الناس دي مش الناس دي بتقول دلوقتي الشنطه دي بتاعتك يا باشا مش بتاعتي يا باشا انا راكب من غير شنطه قالت لي انا هقابل اخواتي ومش عارف ايه وهنوصلهم قلت لها انا عندي شغل برضو مش مقتنع قالت لي دقيقتين والدقيقتين فجاه لقيت الاساتذه ركبوا معاهم الشنطه دي ايه ومعاهم الشنطه دي ومش مش عارف ايه والشنطه دي مش احسن من الشنطه دي مش الشنطه يا باشا هم اللي لسه حاطينها اصبري يا هم اللي لسه حاطينها يا باشا انا مال انا يا فندم احنا لسه جايين من درس البيانو اصبري اه حتى لبس البيانو انا مال انا يعني ده شكل بنادم يسرق ما منطقي يعني بص بص الاشكال مال ان احنا بنعزف شكلك بالشنطه بالبتاع بالفلوس حضرتك ظابط اي حد يعني خضره جاي منه عوام ما تعملوش يا فندم اه والله الحقيقه بس انت هتعمل ايه مفيش احسن من الشرف والامان ثانيه بس الباشا بعت لي فوق انت هتعمل ايه الو الو ايوه اهدى يا ده سائل الحكومه يا الحكومه طب يا خبر يا صوت اجري اجري طب هنقسم فين نقسم فين الفلوس لا 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 انت رايح فين بلمسك دي عشان نروح نقسم يا اخوانا تعالوا عشان نقسم الحكومه طب بيقول لك الحكومه طب بيقول لك الحكومه طب يا اخوات حرام عليك خد يا عم والله ابدا هنقسم بص بص والله العظيم انا خضره ما هرشت مش قلتلك مش معانا بتهزري على الصبح يعني انت شايف شكلنا لا ما هو ده المعصوص انا اتعشت وانا واجه شكلنا ما هو انت شكلنا هو داخل بيقول لي بنعزل بيانو انا مدير بانك اصلا انا خضره وانا بعلم اللي عينيهم خضره بص انت ماشي انا كان لازم البشك كل سنه وانت طيبين كل سنه وانت طيب انت كنت معانا في كريزي وومن مش عايز انك زعلان لا بص انا اقول انك مش زعلان مش زعلان من قلبك قول ان عينيك الخضره سبب بؤسك في الحياه مش عيال عامله لي سبب بؤسك في الحياه اسمعني يابا بص هنا قول انك موافق نذيع موافق من قلبك يا عين خضره قلبي ابن ناس برضه اهم حاجه من خضره